باب كتير على مدار الاسبوع. قولي انت بتاع المفاجآت، قولي 28% يا جماعه من حالات الطلاق بتكون ان بسبب الراجل ده بيطلع ابن امه. الراجل ابن امه؟ ايوه بالظبط. 28%؟ بص يا شيف حسن، بحسب تصريحات الاستشاري 28% من حالات الطلاق اللي بتحصل بتكون بسبب انه الراجل بيمشي ورا كلام امه. لميس الرقم ده انا من ضده. غير تفكير، يمين يمين شمال شمال. الرقم ده انا ضده، الواجب يبقى من 90 ل 99%. لا ما هنا هنعقب. والله كنت حاسه انك هتقول كده النهارده. لازم نبقى بمؤمنه. لحظه عشان ننوه ليك ولكل اللي بيتفرجوا يا جماعه، احنا ما بنتكلمش على الراجل اللي بيحب امه. المشكله ان الراجل يسمع كلام امه ومش ورا كلام امه. لا لا لحظه عشان ما يقطعوش الكلام ويرجعوا يؤولونا كلام. لحظه، احنا بنتكلم على الراجل اللي عنده مشكله مرضيه في انه كل حاجه ماما بتقولها حتى وهو شحط كبير. ما انت مش عايزه الواد يبقى عاق، جوزك يبقى عاق. لا الام دي فوق دماغنا اهو. طبعا احنا لازم انت تفهمي دي كويس. ما هو برضو احنا بندماغ اي حد فوق دماغي ودماغ اي حد. وضحي له انه في فرق، احنا ما بنتكلمش على اللي بيحب امه. وضحي ايه انت صغيره ما توضحي. انا طب ما عماله اوضح لك مصمم. ما يا جماعه بس صلوا على النبي. على الصلاه والسلام. على الصلاه والسلام. خد نفس عميق، بلاش تطرف في الفكر. بلاش، احنا ضد التطرف. شفت ليه بقول لبوسه؟ هو مش لاما يبقى عاق لما يبقى ابن امه. فين الرجاله الطبيعيه؟ اهو ايوه، خليك بقى في النفس. طبيعي. هو ايه الطبيعي؟ ان ابن امه، ابن امه، ابن امه وابوه، وابوه ابن امه. لو هو مش ابن امه مش هياخد باله من مراته. اكيد هو ابن امه، يعني امه اللي خلفته. شوف حسن، ايوه شوف حسن، انت عارف ان ده مصطلح بيطلق عندنا في مصر على الراجل اللي عنده الموضوع مرضي، مش ان هو بيحب امه. كلنا بنحب امهاتنا وبنحترمها. اتفق اتفاق. يعني ايه ابن امه؟ ابن امه يعني هي اللي بتقول له يمين يمين شمال شمال. هي دي اللي هو المشكله. لا ما ينفعش يكون راجل وفاتح بيت وعنده اسره وحتى قراراته وامه اللي بتاخدها. انت كده مش مفهماني، مش عارف ايه المشكله. ايه المشكله؟ ازاي يعني ايه المشكله؟ مين ابن امه يا ابو سيد؟ ايه المشكله يعني ايه؟ يعني انت يعني مين ابن امه؟ انت دي واحده. هي تعبيرها ايه؟ هي لميس معناها ايه؟ معناها هي ايه؟ هي لميس بتقول لك يمين يمين شمال شمال. يعني بتتدخل في كل تفاصيل مش حياته هو بس، حياته الزوجيه وحياه مراته وبيته وهياكلوا ايه ويشربوا ايه ودخلوا مدرستهم ايه ومراته عملت ايه وما اعرفش ايه وايه وايه. انت بتقول ان ده عادي؟ طب ما تتجوز هي بقى امه. يعني هو اتجوز ليه؟ لا، اول حاجه لازم يبقى مستقل في حاجات كتيره جدا في بيته. بالظبط، لازم يبقى مستقل. ده الراجل الطبيعي اللي احنا كلنا بنحترمه. طب ده عكس اللي انت بتقوله. ده مش ابن امه ده. انت عكس ده، عكس اللي انت بتقوله. لا سلام، انت قصدك ابن امه اللي هو بيسمع كلام امه؟ لا، اللي امه ماشيه بيته، اللي ما بيعرفش يمشي من غير كلام امه. في فرق. يعني ما بقاش عنده شخصيه مستقله. يعني بيحط كلام امه على الارض وبيمشي عليه مثلا. ده قصدكوا كده؟ بيحط كلام امه على الارض ويمشي عليه؟ ماشي. بقول لحضرتك بتتدخل في كل كبيره وصغيره، في كل التفاصيل. ماما مراتي هتعمل، وخصوصا لو ساكنين طبعا في بيت عيله، هناكل كذا النهارده، مراتي طبخه كذا. ليه يا حبيبي طبخه لك كذا؟ انت ما بتحبش الاكله دي. ليه ما عملتلكش كذا وكذا وكذا؟ يا ماما انا هروح ده كلام؟ انت مقتنع باللي انت بتقوله؟ ده ما كل حاجه الست بتاعت كل حاجه لامها ولصاحبتها. انت مقتنع باللي انت بتقوله؟ ما بيتحكموش. انت مقتنع باللي انت بتقوله؟ ما بيتحكموش فيها يا شيف حسن. ما بيتحكموش. لا انتوا عايزكم واحده واحده عليا والنبي، عشان انا مش فاهمكم انتوا الاثنين. ليه ما هو انا مركز لكم اهو لو سمحت. طيب انا مركز لكم اهو. انت مقتنع واحده واحده عليا، قولوا كده بالراحه. انت تاني هنقول تالت انجليزي ده مرسي. انت بتقول مقتنع ده؟ انت مقتنع باللي انت بتقوله؟ بقى كده منين بتقول ابن امه عادي ومستقل عادي؟ طب ما هو دول عكس بعض. مش عكس بعض يعني ايه؟ هو ما بقى نفس الميزان بتاع مراته وبيته ونفس الميزان بتاع امه.